سيدي البروجردي مرجع أعلى في زمانه، توفي سنة 1380 هجرية، هو المرجع الأعلى كان في إيران. هذا المرجع يقول شيخ المطهري تحدث مرة في أحد دروسه الفقهية أمام تلامذته عن معاناته، هذا يذكره الشيخ المطهري في كتابه محاضرات في الدين والاجتماع، يقول تحدث في الدرس أمام تلامذته عن معاناته الذاتية في اضطراره لإخفاء بعض آرائه تقية من المجتمع. المرجع الأعلى ها، المرجع الأعلى ها، المرجع الأعلى يضطر يخفي بعض آراءه تقية من المجتمع، لأن هناك مزايدين ينتظروا مثل هالكلام ويثيرون الناس عليه وضده. يقول، ينقل الشيخ المطهري عنه بين قوسين، يقول عنه: ليس ثمة ما يدعو للعجب، فالتقية من أصحابنا أهم وأعلى. ما نسوي تقية من الآخرين، تقية من جماعتنا أهم وأعلى. أنا نفسي، هو السيد البروجردي يقول، أنا نفسي في أوائل بلوغي مرحلة المرجعية، صرت مرجع والناس قلدوني، في أوائل بلوغي مرحلة المرجعية العامة كنت أظن أن علي أن أستنبط الأحكام وعلى الناس العمل بها، فما أفتي به يعمل به الناس. رأيت أن الأمر ليس كذلك، مو على هواي أنا أفتي على الدليل اللي يظهر إلي، لا، الناس عندهم توجهات وعندهم آراء. هذه مشكلة، هذه تحدي. ولكن مع الأسف الشديد، بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها.